سأعيد للمرة الألف ما قلت عبر تلفزيونات كل هالأسابيع. أولاً أنا مصدومة من المصدومين من التطبيع. لماذا ما أنتم مصدومون؟ الآن السر أصبح في العلن، لكن أنا مقتنعة أن هذا التطبيع كان موجود منذ لحظة تأسيس هذه الدول، وإلا لما كان آل سعود يحكم في السعودية، ولما كان آل خليفة في البحرين، ولا كل هذا ما كانوا موجودين. شرط وجود هذه الدول ضمن خارطة سايكس بيكو هو أن يمهد الطريق لهذه اللحظة. ولما يقول ترامب صفقة القرن، هو لا يعني أنه بعد سنة تذكروا سايكس بيكو، لا، هم يحتفلون بعمل لم يتوقف يوم من فتن ومن دسائس ومن تآمر ومن تمزيق أديان ثم طوائف ثم مذاهب، ثم الآن كل حارب حاربها. لذلك التطبيع كان لازم يصير. أنا مقتنعة أنه الحمد لله أنه بعض العرب تعروا كي نخلص وننتهي من أكذوبة الوهم. من كانوا يبيعون في الجامعة العربية أوهام، من الجامعة العربية إلى من يمولون الجامعة العربية خسرونا أكثر من 40 سنة أو 72 سنة، ونحن إيه إن شاء الله ونحن معاكم، يرسلون بعض التمر إلى فلسطين ويعطون المال للمستوطنات. الآن تمنيت أن كل المطبعين كانوا موجودين في واشنطن مع الإمارات والبحرين كي ننتهي من أكذوبة الأصدقاء. العدو واضح، العدو يريد محاربتك، وهذا حق العدو أن يحاربك وحقي أن أتصدى له. أما الصديق والحليف والجار وابن الدار الخائن، هؤلاء هم نكبة الأمة ونكبة التاريخ. لولا العدو من الداخل، لولا الخائن ابن التراب وإخوة التراب، لما تجرأ ابن كلب هالعالم وعبر التاريخ أنه يقتلوا من أهلنا ومن مقاومتنا الكثير. ولكن في كل الحالات ولو بعد دهر ونيف سننتصر.